بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بمتتبعي قناة قراوي مط. في هذا الفيديو سنتحدث عن الدخول المدرسي 2021-2022. أولا قبل التحدث عن الفيديو، لا تصدقوا الإشاعات. سمعنا بأن التعليم سيكون تعليما عن بعد، سمعنا بأن الدخول المدرسي سيتأخر، ولكن حتى حتى شي جهة رسمية ما قالت هذا الشيء، هذا فقط إشاعات. استمعوا إلى الأخبار من مصادرها مثل موقع وزارة التربية الوطنية أو صفحتها على الفيسبوك، وكذلك إلى وسائل الإعلام الوطنية. إذن بداية سنتحدث عن الوضعية الوبائية بالمملكة. طبيعة الحال خدينا هذه المعلومات من وزارة الصحة، فكما كتعرفوا أن الوضعية في البلاد لا زالت مقلقة شيئا ما، بحيث أن عدد الإصابات في تزايد، لكن هناك مجموعة من المجهودات بحيث أن إجمالي التحاليل وصلت لأكثر من 7 مليون تحليل، الحالات المؤكدة أكثر من 700 ألف حالة، ولله الحمد الحالات المتعافون في تزايد. للأسف الشديد أن هناك أيضا حالات تزايد في الوفيات. ومن أجل ضمان دخول مدرسي جيد، وزارة التربية الوطنية فتحت المجال للفئة العمرية 18 سنة فما فوق باش ياخذوا هذه الجرعة الأولى. إذن وزارة التربية الوطنية راسلت مجموعة من المديريات الإقليمية تحث فيها طلبة ومتدربي التكوين المهني من أجل الالتحاق بأقرب مركز صحي من أجل أخذ الجرعة الأولى مضادة لفيروس كورونا. إذن الوزارة تدعو التلاميذ والطلبة ومتدربو التكوين المهني من أجل الالتحاق بأقرب مركز صحي من أجل أخذ جرعة الأولى للفيروس المضادة للفيروس. وبالنسبة للفئة العمرية 17 سنة فما فوق، يعني التلاميذ القاصرين، فأيضا وزارة التربية الوطنية راسلت من خلال مجموعة من المذكرات الأكاديميات، تم مراسلة جمعية الآباء، وهنا جمعية الآباء لأنها التلاميذ قاصرين، يعني مازال ما وصلوش السن اللي غيسمح لهم باش يتخذوا القرار ويجلبوا هذه الجرعة، وبالتالي يجب استشارة أولياء الأمور ديالهم. إذن ملخص لهذه المذكرة: سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد فعلاقة بالموضوع والمراجع المشار إليها أعلاه، وفي إطار مواصلة تفعيل التدابير المتخذة من أجل التصدي لتفشي وباء كوفيد-19 بالمجتمع المغربي عموما، بالمجتمع المدرسي خصوصا، وبالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية وانسجاما مع المجهودات التي تبذلها المملكة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء من خلال الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها، واستشرافا لدخول المدرسي آمن وعادي سيضمن الاستفادة من نمط التعليم الحضوري. إذن الوزارة راه كدير واحد مجموعة من المجهودات باش يكون إن شاء الله تعليم حضوري. لما له أي التعليم الحضوري من أثر على الرفع من مردودية التربوية، يشرفنا أن نخبركم أن المديرية الإقليمية تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين جهة الرباط سهل القنيطرة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية ومندوبية الصحة، أعدت مخططا إقليميا يضمن الإجراءات الكفيلة بتلقيح جميع التلميذة والتلاميذ المتمدرسين من الفئة العمرية 12-17 سنة. إذا اللي عنده 12-17 سنة ما خصوش يتوجه لمراكز التلقيح، لا، هذا غادي يجيب معه ولي الأمر المؤسسة اللي غادي تحددها من بعد السلطات المعنية بمراكز التلقيح المعدة بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، يعني داخل الثانويات واللي تتم تهيئتها لاستقبال الفئة العمرية المذكورة مصحوبين بآبائهم أو أولياء أمورهم لتلقي الجرعتين الأولى والثانية وفق الجدول الزمني التي ستتوصل بها في أقرب الآجال. إذن الفئة العمرية 12-17 سنة غادي يديروا التلقيح في المؤسسات التعليمية. هنا بعض الإحصائيات عن جهة سوسمة الصدرة عن عدد التلاميذ المستهدفين من هذا التلقيح. مثلا مجموع التلاميذ في أكادير إمتتان 61,369، طاطا مثلا 11,744. تم تعبئة أو مجموعة من الموارد البشرية الهامة 136 إطار تربوي لتسيير عمل الفريق العلمي وتوفير لتسيير عمل الفريق الطبي وتوفير الدعم. إذن هناك تعاون ما بين الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية والأطر الصحية اللي غادي تجلب وتلقح هذه الوليدات. مثلا تم تحديد 28 مركز بجهة سوسمة الصدرة، مراكز بتالودان. هنا بما أن هذه الفئة العمرية من القاصرين عندهم 12 سنة و 17 سنة، فضروري اصطحاب أولياء الأمور وتوقيع ترخيص من أجل التلقيح، يعني تلميذ أو تلميذة خص يجي معه ولي الأمر
باش يعطي يوقع في واحد الترخيص ان شاء الله. اذا كل هذه الاجراءات من اجل دخول مدرسي في وقته المحدد، حيث سينطلق الموسم الدراسي المقبل بالتحاق الاطر الاداريه والتربويه لعملهم يوم الاربعاء 1 تنبير. اذا الحراس العامون والمديرون ونهار الاربعاء 1 تنبير غيلتحقوا المؤسسات، بينما سيلتحق هيئه التدريس بعملها يوم الخامس 2021. في هذه الفتره غادي يتسجلوا دوك التلاميذ اللي مازال ما تسجلوش، يعني اعاده التسجيل الى اخره، على اساس ان تنطلق الدراسه الفعليه يوم الجمعه 3 تنبير 2021 بالنسبه للسلك الابتدائي الثانوي الاعدادي وكذلك الثانوي التاهيلي واقسام تحضير شهاده السلك العالي. اذا تلاميذ لهذه المستويات وهذه الفئات غادي يلتحقوا ان شاء الله يوم الجمعه 3 تنبير بالمؤسسات ديالهم. وككل سنه دراسيه تخصص الوزاره فتره التقويم التشخيصي، اذا في ذاك الاسبوع الاول غادي يكون التقويم التشخيصي كما كتعرفوا، حيث ستمتد هذه الفتره من الجمعه 3 تنبير الى غايه يوم السبت 18 تنبير. اذا هنايا تقريبا 15 يوم من التقويم التشخيصي لاستحضار حصيله السنوات السابقه. وهذا التقويم التشخيصي عنده فائده بالنسبه للتلميذ باش يعرف المستوى ديالو، وبالنسبه للاستاذ كذلك باش يفيق هذوك التلاميذ ويعرف المستوى ديالهم. اذا هذا التقويم التشخيصي لاستحضار حصيله التعلمات للمتعلمين والمتعلمات للموسم. اما بخصوص المراقبه المستمره والامتحانات، هنا لا باس للتذكير بان الفروض اخر فرض بالنسبه للدور الاولى بالنسبه للتلميذ السنه الابتدائي والاعدادي سيكون ما بين 10 و15 يناير، ومسكها في منظومة مسار سيكون ما بين 13 و 18 من نفس الشهر بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي. وهذه مناسبة للتلاميذ والأولياء الأمور ديالهم، مناشدة لهم باش يشتغلوا باش يجتهدوا، وراه غادي تجتهد من البداية ديال السنة، ماشي تسنى حتى يقول لك الأستاذ عندك الفرض غاد تبدأ تراجع. وبخصوص نمط التعلم المعتمد الموسم الدراسي المقبل، فالوزارة أوضحت بصعوبة التنبؤ بالوضعية الوبائية ليس فقط في بداية الدخول المدرسي المقبل بل في مختلف محطات الموسم الدراسي برمته، هذا راجع إلى الوضعية الوبائية في البلاد. لكن لا ننسى أن الوزارة كدير واحد المجهودات بالتنسيق مع الأطر الصحية وزارة الصحة باش يكون تعليم حضوري، يعني باش يتلقحوا الطلبة والتلاميذ اللي عندهم 18 سنة فما فوق، وباش يتلقحوا ايضا التلاميذ اللي عندهم ما بين 12 و 17 سنه.